مراد بدراوي اصبر. حنايا كنمثلوا جهات رباط سلاز مور زعير، ومقدم الصربه هو غريب الادريسي، وانا الخليفه ديالو كنوب عليه. ومقدم الصربه هو غريب الادريسي، ولكن انا برئاسه محمد مقدم محمد عزه انا الخليفه ديالو. حنا هاد البليه هادي شنو نقول لك، بليه ابا عن جد. يعني حنايا نقدروا نتخلاو على اي حاجه في الدار، نتخلاو على البهايم، نتخلاو على كيما تيقولوا نتخلاو على ولادنا كاع، ولكن بالنسبه للعود ما نقدرش نتخلاو عليه. حنا كنجيبوا معنا دابا ولادنا، كنجيبوا معنا بهايم كاع، حنا دابا جايبين جوج جديان كاع جمعزات دابحينهم. علاش؟ باش نجيو نشطو ونفرجوا عباد الله ونفرجوا تراسنا. حنا دول الفاكونس ديالنا، دابا الناس ديال اوروبا الفاكونس ديالهم هما المغرب البحار هذه، حنا لا، حنا الفاكونس ديالنا هو كنجيو نتبوردو، كنجيو نلعبو، وكنخسروا فلوس من جيبنا. يعني الماده صحيحه، ترونسبور ديال العاود، ترونسبور ديال البنادق، ترونسبور ديال العالف، بزاف تاع الحوايج غير باش نفوزوا على راسنا. وكنشاركوا في مباراه جهويه ما بين المعارض ديال الجديده دار السلام، جائزه الفرس في الجديده، وكنمثلوا الجهات. يعني فيما كان المهرجان ولا فيما كان الموسم ولا فيما اي بلاصه في المغرب تنجيو ليها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت مقدم ياك استاذ؟ مقدم اخويا. عاود لي اش من صربه، اش من جهه؟ هذه الصربات ديال مقدم العوني، تتمثل الجهه ديال السهول. او جاسو السهول والسهول حسين بحال. وتنشكروا الرئيس الرويش هو اللي منظم لنا هذا الموسم هذا، وفي المستوى والخيل في المستوى، وهذاك الشيء زوين. الله يجعل البركه والمحرك ديالو هذا العام مزيان بزاف. لاحظنا مؤخرا دخول الشباب للمحراك والخياله والفروسي، شنو تقول لي على هذا الامر؟ وهذاك الشيء خير اللي تكون عندهم من الجدود، داك الشيء من الجدود. لكن جدودهم اصلين مولوعين بهذاك الشيء، راه هو الدري تيطلع بحال هكاك تيتبع جدوده. لا كان عاشي دري ديال ود كما كتقولوا الناس ديال ماما، راه ما تيديرش هاد الشيء. واحد التجربه خذيناها اللي زوينه، وحنا نذكروا حنا كنعشقوا هاد التبوريد هادي، حيت جدودنا عندهم الخيل، وملي كبرنا بحال كبرنا حنا وسط الخيل، وكنا كنركبوا يعني مع مقدمين، ومن القدام وزدنا شي شويه، ولينا حتى انا مقدم وليت كنشارك، وكندخل اي موسم كان عندنا كنشرفوا وكنمشيو. مقدم، كلمة مقدم دابا الكثير اللي كيتفرج فينا كيسمع اوتوماتيكمون او تلقائيا كيمشي العقل ديالو الدين ديالو الراجل كبير، واحد السيد يعني خمسيني ستيني، في حين كنشوفوك شاب مقدم. تكلمي على التجربة هذه. ربما كيكون عاوتاني جدك ولا الوالد ديالك كيكون يعني كبير في السن ديالو، كيبقاش قاد يركب. ودابا انا جدي كان كيركب، هو اللي عطاني التقدميات ديالو، حيت ملي كنت انا صغير وانا كنركب صافي، وليت انا كنركب وعطاني التقدامي ديالو، شديتها من عند جدي. دابا كتجول في هاد الفترة ديال الصيف على أي موسم كيكون؟ على أي موسم، أي موسم كيكون عندنا كنمشيو ليه. دابا أنت مقدم صربة شحال فيها كيكون من فارس؟ كتبدا من 15 ل 24. 24 عاود كنركب فيه. أخيرا شنو تقول لي على دخول الشباب لهاد الميدان هذا؟ ولينا كنشوفوا مؤخرا الشباب بزاف في هاد الشيء ديال الحركة والفروسية. احنا بغينا كاع الشباب يتبلوا هو التبارات، شي واحد ميدان اللي هو زوين، فهمتي؟ ماشي كدير لي شي حاجه اللي هي خايب، بالعكس ميدان زوين، وحنا كنحبوا ديك التبارات. واخا يعني كتورات تورات، واخا كتريسكي مش حمل حاجه، ولكن كتبقى واحد البنيه زوين. على ذكر مولع والحب للخياله، اي خيال كنسولو او اي فارس او مقدم تيهضر لي على واحد الحب تجاه الخيل، وما تقدرش تفارقه وضروري خصك تجول، هضر لي عاوتاني على هذا الامر. ها هو عندي انايا، ها هو دابا هذا هو هذا، لا حيت العود انا من الدار ما اي شيء مرض ليا نيشان. راه عنده نوريك واحد الفيديو، واحد تصاورتي اون فيديو، واحد تصاورتي نعس حدا الخيل هذا بعدا كاع، كثير بعدا هذا نبري بزاف هذا كاع، ودابا راه تيركب وكل شيء هذا. انت كتركب في هذا الصيف كاع الدورات ديال المهرجان كيكون؟ كاع المهرجانات تنمشيو، تنمشيو لزمور، تنمشيو للسهول، حصين، عامر، الولجة الكبيرة، المعاضيد، ما تنخليو حتى بلاصة، تمارا فين ما كان الموسم. كيرا كيدير علاقتك بالعود؟ والعوده خير، الا ما عندكش العود ما عندكش حتى شي حاجه، ما عندكش الحياه، الحياه ما عندكش، العود هو كلشي.
تبان لي انا بعدا العاود هو كلشي. ما تقدرش تفارقو؟ لا والو، حيت انا جدودي وبا الله يرحمه مسكين، انا حليت عيني في هذا الشيء هذا، حتى انا بقيت غادي في هذا الشيء هذا. لا انا لا الدري ولدي تا هو معايا. هو تا هو هذا فارس ان شاء الله يكون هذا تا هو ان شاء الله تيركب وكلشي. تيركب دابا وخا دابا تيركب دابا كما تقول خصنا غنشموا الريحه ديال الموسم. ما كنبقى عقلي لا على خدمه لا على ولاد لا حتى شي حاجه، واخا كنعرفوا كاع نديروا كاع شواهي طبيه. انا دابا كنخدم موظف، كندير شهاده طبيه، كندفع على الاداره، وكنجي نتبورد مع الوليدات ومع العائله ومع الخوت. وحنا هنايا غا العائله بعضياتنا، ما كاينش البراني تقريبا. هنا كاينه العائله بعضياتنا، عندنا فوق 30 عود، يعني ولاد العام ولاد الخوت، يعني ما كاينش البراني. والحمد لله حنايا كن تعرف لينا نزيدوا في هذه المهنه هذه، وكنتمنوا حتى ولادنا ووليدات وليداتنا يزيدوا في هذه المهنه هذه. حنا اهم حاجه عندنا هي نفرجوا الناس، والخيل ماشي ديالنا، الخيل ديال المغرب، يعني ديال الجمهور. اللي تيقول العود ديالي تيخليه في الدار ما يجيبوش، ولكن العود تكون ديالك هي ملي تكون في الاسطبل في الدار. ولكن ملي كتجي للمعرض ولا كتجي للموسم ولا كتجي لاي بلاصه، ما تبقاش العود ديالك، تيولي ديال المغرب عامه العود. السلام عليكم. وعليكم السلام. عودي على المشاركه ديالك اليوم في مهرجان العرجات او موسم العرجات. موسم العرجات كنجيو ليه تقريبا كل عام، موسم زوين منظم. زعما موسم زوين ما بيش. هضر لي على التجربه ديال كونك شاب وكتحرك، او شاب وانت فارس. تفضل. داكشي من التوارا، داكشي من الجدود، حيت تورثنا على الجدود وعلى الاباء وداكشي، وبليا مزيانه زعما صراحه ما فيها حتى شي مشاكل. علاقتك بالعود؟ علاقتي بالعود علاقه مزيانه، احسن من بعض البشر. زعما العود عاود شي حاجه كيحس بك وتحس به وشحال من حاجه. من هذا المنبر كنشجع الشباب من اي منطقه ومن اي بلاصه، حيت كما نقول حاجه مزيانه هذه، ماشي شي حاجه اللي خايبه ولا مضره ولا حاجه، حاجه مزيانه. قلتي لي مقدم الصربه النائب، كاين بزاف الناس ما كيعرفوش هذه الامور وانا منهم، اشرح لي كيفاش الصربه، كيفاش المقدم. المقدم الصربه هو يعني اللي تيكون متميز بالعود، باللون ديال العود وباللون ديال الكسوه ديال العود، وتيكون مختلف عليهم حتى في اللبسه. يعني هو اللي كيعطي الندهه، هو اللي كيعطي الاشاره ديال المرور، هو اللي كيعطي الاشاره ديال المرور باش الخيل تزيد لقدام، وكيفاش تهز البنادق وكيفاش تخرج الضربه. وهذه الكلمه ديالو كتكون مسموعه، هي المسموعه، هي فوق كل شيء. واخا المقدم يكون اصغر منا، يعني مهما مقدم، اذا مقدم راه عليه. يعني المقدم ماشي بالعمر، ماشي بالعمر، مقدم ديال الصربه عليك في اي حاجه، يعني واخا يكون صغر منك، مهما مقدم ديال الصربه، يعني خاصك تحترمه وتقدره في اي حاجه. ومني ما تيكونش المقدم ديالو، تيكون الخليفه ديالو اللي في جنبه، هو انا تنكون اللي في جنبه تنوب عليه. ربما ما يكونش تيكون عيان ولا يكون مسافر ولا تيكون عنده شي خدمه ولا هذه، كتنوب عليه بحال القايد تنوب عليه الخليفه ديالو. هادشي هو اللي كاين. ومرحبا، اي سؤال مرحبا. ورغم قلتي لي في الاول وانا بقيت عاقل هذا الامر، فاكونس انتم الفاكونس ديالكم هذه الخياله هو المواسم، رغم ان كنعرفوا في المواسم كتنعسوا غير في الخزاين، وخصوصا هاد المواسم كيكونوا في الصيف، كتكون يعني واحد القساوه ديال الجو والحراره. ورغم هذه اللي كتقول انا بالنسبه لي فاكونس، يعني هاد الحراره وهاد القساوه ديال الجو ما كتمنعكمش بالنسبه. علاش؟ حيت الا ما جيناش للموسم تنمرضوا، اول حاجه كتمرض نفسانيا. الا ما جيتيش للموسم وما جيتيش تفرشتي وتوسخ وتغبر وتطيح وتنوض وكتفدع من يدك، كتقصح، تقدر تضربك مكحله، ترس لك في يدك. انا راه فايت مهرساني مكحله في عين عوده، جيت ريسات، ورغم ذلك باقي تركب، حيت لما جيتيش تبورد ولا هذي غتمرض نفسانيا وما كاينش الدواء ديالها. يعني ملي كيقرب هذا الجو ديال الموسم كتنوض فيك واحد الشوكه، يعني ما كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. خاصك ضروري تجي وتبني وتربط الخيل قدامك ودير الخزاين وتقدا شهر وانت كتبريباري باش توجد لهذا النهار هذا. هذا ما كان ما تقدرش، يعني ما تحركش، ما تقدرش، ما تخلاش، تقدر كاع ما لقيتي استطاعه والو، ولو تجي غتفرج وتكرفص وتغبر وتشوف الحباب هذه وتمشي عاوتاني. اخيرا شفنا دخول الشباب، يعني الدراري باقيين صغار. حنا كنا كنعرفوا شحال هذه المقدم، المقدم اوتوماتيكمون دابا كيسمعوا المغاربه كيقولوا داك الراجل الكبير، يعني كيف ما قلتي المقدم على اللي غيسمعوا ليه الكلمه ديالو، في حين دابا انت قلتي لي المقدم ممكن يكون صغير وحنا نسمعوا الكلمه ديالو، ولينا كنلاحظوا في المواسم المقدميه ولو صغار. دابا هادشي تطور، شحال هذه من كانوا جدودنا باش كانوا تركبوا. تركبوا اول حاجه الراجل الكبير كان تركب غير بالجلابه والبلغه والسروال التشامير والرزه، صافي ما كانش هادشي ديال. مهما كتطور اللبس
صافي ولاو شبان صغار ولاو تيركبوا ولاو شابات يعني شي ولا تطور ولا تيخليها من جد لجد لجد دابا مقدم تيخليها لولده وولد ولده تيخليها لولده وتيركبوا يعني الا شي ما في لا مقدم ما في لا امكانيات لا والو تيكون مقدم عنده مواصفات تيكون اول حاجه ظريف مع اللعابه ديالو وتيكون محترم وتيكون درويش وما يقلش الحياء على الركابه ديالو هادو هما المواصفات ديال المقدم ماشي بالضروره تكون عندك الماده تقدر تكون ما عندك حتى عشاليه لكن ما تيقولوا وتكون غافيك هاد المواصفات تكون ولد الناس ودرويش ومحترم وكنحترم اللعابه اللي معاك يعني ما تقللش عليهم الحياه هذه داروا شي لافوت تقدر ما تضرش فيهم في المحرك تجي للخزانه وغتقول لهم فلان ها انت شنو درتي واشنو درتي واشنو درتي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.